بنات مرحبا بكم فيديو جديد فلاشين ديالي صفاء بيوتي. غبرت عليكم انا عارفه توحشوني في يوتيوب، انا توحشتكم بزاف، توحشت انا نصور لكم فيديو في يوتيوب. نحط الماتيريال، نحط الكاميرا ونبدا نهضر معكم. ما انا لابسه جلابه، تشوفوني في شكل كنت لابسه جلابه، كنت خارجه ودرت هذه العبايه ديال لانه فريمون كان البرد. فغادي نقول لكم الناس ديال الانستغرام غيعرفوني، انا ما كنتش غابره في كاع السوشيال ميديا. في الانستغرام ديالي اللي هو صفاء بيوتي اوفيسيال كنت حاضره، انما في اليوتيوب هي اللي كنت غابره عليكم. بغيتكم تكتبوا لي كاع الفيديوهات، سمحوا لي كاع الفيديوهات اللي بغيتوني نحط لكم، النوع ديال الفيديوهات اللي كتبغيو، شنو نصور لكم، واش مكياج، واش فلوغ، واش نصائح، واش مواضيع اجتماعيه، واش مشتريات، ماكله، حطوا لي في لي كومونتير. فهاد الفيديو هذا غيكون من ضمن الفيديوهات اللي كيعجبوكم بزاف وكتبغوا تفرجوا فيهم ولقيتهم مطلوبين بكثره، اللي هما الفيديوهات ديال المشتريات ديال 5 دراهم. فبقاو معايا وما زمتيو فين. فاول حاجه البنات غادي نبدا لكم هي بشنو شريت من الكوتي مكياج. اول حاجه خديتها هي هاد البينيتانت هذا اللي هو جاي في الاورانج، واللي هو اللي دايره في شنيفي انا دابا، شتوه؟ دونك هو اللي درت به شنيفاتي هو هاد الاورانج هذا. باش ما تغلطوش راه كاين هذا وكاين هذا، هذا كيجي غوز وهذا كيجي اورانج. باش نشرح لكم، هذا كيجي بحال السواك نيشان، بحال اللي دايره السواك فمك، سينو دايره عكر اورانج وكيبقى لمده طويله. هذا راه من جربته عندها هو عندي، شوفوا كيبقى بحال الحنه بالضبط. المهم دابا خديت هاد الاورانج. ثاني حاجه اللي خديتها من المكياج هي هاد العيبه هادي، اي برو ولا اي لاينر اللي بغيتو. انا غادي نستخدم اي برو ديال الحجبان، انا بالشيتا ديالو. دونك هادو بهم اللي كنخدم حجباني ديرنييرمون، وحجباني ولاو كيجيو زوينين الصراحه. انا بعدا بيرسونيلمون ولا كيعجبوني، نقول لكم علاش. لان القلم مع الوقت لاحظت لانه كيطير ليا، كيطير ليا زغب من حجباني، داكشي علاش تفاديت القلم. كنت كنتراسي بهذا فوالا. دونك هذا حتى هو ما غاليش، كيدير شي 5 دراهم ولا 10 دراهم ما عقلتش. وحتى هذا فوالا هانتوما. بالنسبه لا ريفيرونس باش ما تدوخوش، خذوا الدارك براون. بالنسبه للناس اللي حجبانهم بحالي ما تاخذوش الكحل، حاولوا وماكسيموم انكم تفاداو الكحل، خذوا الدارك براون. كاين هذا ثاني حاجه كاينه هي هاد الطاسه هذه اللي شريتها خارج داكشي ديال المكياج، خليتها الطاسه هذه. نقول لكم علاش، هذه بغيت نبقى ندير فيها فاش كنشري فوالا غزاله الصراحه ولا كولور عجبتني، فاش كنشري داك الفرماج غابي، فاش كنشري يعني الشاركوتري، العيبات بحال هكا كنبقى مخليهم في داك لو ميم بلاستيك اللي كيعطيوني هما، ما كتعجبنيش ديك القضيه الصراحه. فانا كيعجبني نديرهم في طويصه بوحديتهم، يعني كنستف مثلا في هاد الجهه هادي الفرماج غابي، والجهه هنايا لا شاركوتري ولا اوتر جونغ دو فرماج ولا العيبات. المهم راكم فهمتوني انايا فوالا. كاينه هاد الطويصه هادي لا كولور ديالها زوينه. ثاني حاجه اللي خديت اللي هي هادي، المهم داكشي غنوريكم صراحه مخربق ما نستفش داكشي. خديت هادي ديال الاظافر، الا لاحظتوا ان ظفراني حيدتهم، يعني هادو ظفراني ناتوريل ما دايره لي فوزونغ ما حتى شي حاجه. انتما قولوا لي واش كتفضلوا يديا بحال هكا، انتما واش تعجبكم، عجبتكم يديا بحال هكا ولا فاش كيكونوا لاصقين الظفران. وبغيت ديرنييرمون انا نولي نعتني بظفراني الحقيقيين، يعني ماشي مزورين ماشي لي فوزونغ. فخديت هاد العيبه هادي اللي فيها مبراد، فيها مقص، مقص ومقص ظفار، هادي اللي كتحيد لا بومورت، وهادي باش كنحكو الضفيرات، وهذا اللي كتحيدي به، هذا راه ماشي نتاف ديال الحجبان، هذا كتحيدي به دوك هادو داك اللي كيكون هنا بنتاف وداكشي كتقرصي وكتحيدي فوالا. المهم كاينه هادي. ثاني حاجه اللي خديت هاد المعالقات مع هاد الفراشيطات، اغلبيه تشوفوا هنا داكشي كوتي كوزينه وانا اللي خديته الصراحه. المهم خديت هاد الفراشيطات هادو، انا الفراشطه معلقة تيتلفوا ليا، ما عرفتش واش شارميهم واش مثلا كليت في البيت كنجي نجمع باقيله كنصدق ليها داكشي كامل اللي في البلاطو مع هذا التبصيل. سينو طلعت للسطح مثلا، كنطلع معايا شي حاجه كناكلها في السطح ونقص في السطح، كنهبط داكشي وكنسى المعلقه ولا سي با، مي اغلبيه كيتلاحوا في الزبل، اغلبيه كتلوحيهم ما كتدي ما كتجيبي. المهم فوالا خديت هاد الجوج. هادي راه كل وحده وخمسة دراهم، ماشي بجوج وخمسة دراهم. حاجه وحده اخرى اللي خديتها هي خديت هاد القطاعه هادي. نقول لكم هاد القطاعه علاش خديتها، انا عندي قطاعه ما كنقلبش عليها في الكوزينه، كيف هادي غادي نحطها قدامي. عقلتوا على واحد لا فيديو كنت صورت لكم النهار اللي درت وقيله البيتزا، الا بقيت عاقله نهار درت البيتزا وقطعت فوق ان بلاطو، وسمعت بزاف جات الحادقه تيقول لك لا خاصك ديري القطاعه وراه عندكم الحق صراحه. ف
فوالا خديت القطعه هذه صراحه جي زوينه جي كيوت. دابا ملي خديت القطعه ما غنبقاش نحتاج تقطع، انا عارفه زهري بحال هكا ما زهر. المهم خديت هذه خديت هادو باش كنمسحو الطبله، هادو كيمسحو صراحه زوين ودايرين بحال داك بوتشامو اللي كيكون ديال الطوموبيلات، هو كيمسح واعر صراحه. كي الا كانت شي بلاصه فاسقه كيدوز عليها في مره كتنشف. خديت هادي كيوت زوينه، هادي كتعلق في كوزينه هكا يديك مسخين ولا شي حاجه كتمسحي فيه دفا كتصبن ساهله تصبنها غير بيديك، وفيها لي زيموتيكون هنايا ديال الكوزينه. واو بغيتي تعلقي علقه، ما بغيتيش تعلقي ما تعلقاش. انا بغيت بحال هادو هما فاط ديال الوجه، تكونوا كتعرفوهم بغيت بحالهم وكيكونوا رطيبين بزاف وكتكون فوطه ديال الوجه باش كتمسحي بها وجهك الصباح وكلشي. صراحه زوينين دوك الفويطات. دابا نشوف فين نلقاهم، انا زعما كنقول عاود ما انا نمشي نشريهم حيت ما لقيتهم في مينيسو دايرين شي 25 درهم حتى لكدا و 30 واقيلا، وقلت زعما عاود ما غنشوف 25 لقيتهم ميدرين مزيانه. فوالا المهم كاين هادي حاجه واحده اخرى اللي شريت هي هاد القطعه هادي، نحاول نوريها لكم عن قرب. هادي قطعه كتحلي هاد الزرقه كتحطي الثومه وكديري وكتسدي وكتبقاي تحكي بحال هكا، وداكشي كيتخبع هنايا يعني داكشي كتحكي كيتحشى هنايا. هادي بلو براتيك. كنقول لكم علاش خديتها، لان انا كيكون عندي لي فوزونغل ولا تي لي زونغل ديالي وكنبغي نحك شي حاجه كنصدق ضربه دفري، هادي ما يحيدهاليش الطبيب ضروري نضرب دفري مع الحكاكه، حتى وليت كنتفادى انني نحك الثومه في شي بلاصه. ف هذا ما كان. حاجه وحده اخرى اللي خديت هاد القطينات هادو اللي كنحتاجهم كنديماكي بيهم. فوالا وكاوا هادشي علاش هاد البيضه كتبان باين. المهم القطينات من بعد خديت هاد لي باط فراسكم البنات، انا ما كناخذش هاد لي باط هادو بالضبط هاد النوع ما كناخذوش بزاف. شنو كناخذ واحد النوع اللي طويول ولا كناخذ دوك الفيس دايرين، فقلت دابا علاش ما ناخذش هادو يعني بحال هادو كناخذهم دوك الكبار قواد الكبار كيقولوا لي. دابا انا خديت هادو خديت ايضا هاد الصوص طوماط كنحتاجها بزاف، كنحتاجها في الطياب ديالي بزاف لانني انا واحد الانسان اللي معكازه انا نوض نحك مطيشه ما صافي نساب. خديت ايضا هاد الشبيكه هادي اللي كتصفي فيها لي بات ولا شنو ما بغيتي، تلاحظوا انني خديت بزاف في هاد لا كولور. المهم كتصفي فيها لي بات ولا اللي بغيتي، صراحه زوينه وجاي براتيك حتى هي. وخديت كيوت دونك هادي ما نكذبش عليكم نقول لكم الصراحه هادي في مينيسو سيروا شوفوهم شحال كيديروا واجيو ردوا عليا. هادي ب 5 دراهم في مينيسو كتلقاها بكدا و 60 درهم كدا و 40 درهم كدا و 50 درهم كدا و 70 درهم علاش. فالمهم الطريقه ديال الفتحه بحال هكا وكتعمري وكتسدي صافي، وتا لا كولور ديالها زوينه. انا شنو بغيت نديرها، بغيت نبقى نعمرها بالماء بويسكو انا ما تنشربش الماء نهائيا، انا انسانه ما كتشربش الماء حتى كدوز واقيلا شي 3 ايام وعاد كتجيني ديك العطشه ديال بصح وكندوز نشرب الماء. فالمهم هادشي اللي بغيت نقول لكم. فوالا كان هاد القريعه هادي وفينالمون داكشي ديال 5 دراهم ما تستغربوش مات طق عليا شي وحده بلوكيها انتم. خديت هاد الحبل تقولي لي صافي هاد الحبل ونتي انا كنحس براسي انا ماشي غلاضيت، انا وجهي داكوغ انا متفقه معكم وجهي غلاط طايتي شويه، مي انا باغي نخدم الكرش سكيفي هذا بحال ديري به شويه ديال التسخينات تبداي وغتقولي صافي واش دايره ريجيم. واخا تشوفوني كناكل بزاف انا عارفه راسي مابقيتش كناكل كما كنت كناكل شحال هادي مثلا. نعطيكم افتراض، كنت كنفيق الصباح كنضرب فطور ناضي موراها كندوز نمشي لماكدو كناخذ جوج ديال لي منو ماكدو، المنو الاول موراها المنو الثاني كنسالي كنمشي شي كافي نجلس. دابا لا، دابا عندي مثلا وجبه واحده، نهار واحد اللي تفروحت بعدا فهاد لاسيمين نهار واحد اللي كليت بزاف ابار سا ولات عندي وجبه سواء شبعت سواء ما شبعتش وجبه وحده اللي غادي ناكل صافي عاوتاني نصبر حتى الليل. وفي الليل ما بقيتش كنبغي زعما ناكل بزاف قليل، دابا حتى كنشوف راسي ما كليتش مزيان مثلا وسط النهار عاد تناكل في الليل. اللي تفاديتها الحاجه اللي تفاديتها هي المناضه ما نقولش لكم قطعتها في مره، مي ما بقيتش كنشربها كما كنت. مثلا كنت كنشرب لتر ونص في الليل
يترونس تيك توبس ديالي ترونس في الليل، هذيك ليله ديالي بوحدي مع الافلام واللعيبات كنشربها كامله، وكنشربها في النهار في ماكدو كانت اللعيبات بحال هكا صافي. فدابا درت شويه الحد، علاش؟ انا بغيت نخدم الكريشه لان انا فريمون انسانه عندها الكرش بزاف، دايره بحال رتيله. المهم دابا ندوز لكم الشيء الاخر. كاينه في هذا الشيء هي البنات، هاهي هاهي، هادي شعليه صينيه فوالا. حاجه واحده اخرى اللي خديت هي هاد البانيوات، مجموعه من البانيوات، هادي دايره 13 درهم. هذا والحاجه اللي غنوريكم من بعد دايره 13 درهم. هاد مجموعه من البانيوات صراحه زوينه، هانتوما فيها الكبير الصغير المتوسط الصغير، كتجمعي كلشي وكتهني راسك بلا ما تقاي كل خطره خصك بانيو وكل خطره خصك كدا، هادي زوينه. واخر حاجه هي هاد البلاطو هذا اللي هو ديال البيض، نحاول نوري لكم. هانتوما كتستي فيه البيض وكتستي وكديريه في الثلاجه. غتقول لي صفاء لا راه ديجا كاينه بلاصه ديال البيض في الثلاجه، اي عرفناها كاينه في ديك الفوق، مي الا كان عندك بكثره شنو كديري؟ غادي تستفي هنايا اوليو باش انه يبقى غير محطوط مثلا في شي بلاصه عندك في الكوزينه، غتستفي هنايا وحشي في الثلاجه، وعاد تحطيه من هنايا من الفوق في الثلاجه طويصات ولا داكشي اللي عندك في ثلاجتك كترديه فوالا. البنات هادشي كامل هو اللي شريت. هما تنساوش البوشيطه اللي شريت ديال التليفون ديالي، هادي شريتها من مينيسو حتى هي وسختها اكيد اكيد. انا شوف مقلقه، انا مقلقه. المهم هادي زوينه صراحه، كدير بحال هكا وكتهزي اللعيبات. البنات بغيت نقول لكم الا بغيتو ندير لكم فيديو على التليفون ديال الايفون 11 برو ماكس خليوه لي في لي كومونتير. صراحه كنفكر انني نقول لكم فاش شريته، شنو الحاجه الزوينه شنو الحاجه الخايبه، الثمن اللي شريته، الا بغيتو تاخذوه بون اوكازيون فين تمشيو، شحال تشريوه، الثمن اللي ما يدارش بكم، لي بوشيط ديالو مين تناخذهم، شحال كيشدي فلاشارج، لي زابليكاسيون اللي درت فيه، بزاف ديال الحوايج. المهم خليوها لي في لي كومونتير الا بغيتو نصور لكم فيديو على التليفون ديالي. وفوالا ما تنساوش انكم ديروا لي لايك ودعموني باش نرجع لكم فيديو جديد ان شاء الله. كنبغيكم بزاف ونشوفكم في الفيديو الجاي.